توافد كبير يشهده معرض القاهرة الدولي للكتاب في آخر أيامه، طوابير طويلة يقفها رواد المعرض أمام جميع أبوابه حرصا منهم على اقتناء أكبر عدد من الكتب. فبالرغم من مساحة المعرض الكبيرة في موقعه الجديد بأرض المعارض بالتجمع الخامس، فإن التكدس في كل القاعات شديد. تجربة إيجابية يحكي عنها رواد المعرض. المعرض يعني زي ما يكون في دور نشر جديدة جت اشتركت غير المعرض السنة اللي فاتت. غير كده طبعا مستوى النظافة واللي هو عدم تعرض للتراب زي المكان اللي فات، ويعني المكان هنا بصراحة يعني مكان راقي جدا. في تنظيم ونطاق المكان واسع جدا، بس هو بعض المكان عامل متعب شوية، بس الحمد لله يعني في اقتناء مجموعة الكتب في تميز، وشايفة ان في دور عرض مقدمة خصومات برضو كويسة، يعني رغم غلو الأسعار وأسعار الورق طبعا عارفين عالميا غليت. حريص اني اجي معرض القاهرة الدولي للكتاب لان طبعا هنا دور نشر مختلفة ومجموعات جميلة ومختلفة ووجبة دسمة ومتنوعة من كل الكتب، سواء كانت بقى تاريخية أو ثقافية أو رياضية إلخ، فمجموعة كتب بالفعل ممتازة. أما دور النشر والناشرون فقد بلغ عددهم نحو 715 دار نشر، وهو ما أدى إلى التنوع في مجالات التأليف والكتابة، ووفر تعددا ثقافيا كبيرا للقارئ. كنا احنا متخوفين ان هو يبقى الناس تستبعد المكان، عن طبعا مدينة نصر كان اقرب شوية في وسط البلد يعتبر، فاحنا كنا خايفين الناس تبقى تقول مشوار بعيد وكلام، بس الحمد لله يعني الناس في اقبال الحمد لله غير متوقع. طبعا الحمد لله اسعارنا برضو عاملين خفضات عشان الناس تيجي، والناس بتستنى معرض كتاب من السنة للسنة. عشان نادي يعني مش انا بس، وكل الناس شايفه ان المعرض ممتاز جدا، يعني فرق شاسع بينه وبين السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، تجهيزات الاقبال الجماهيري كل حاجه يعني، فهو ممتاز بصراحه. ساعات قليله تفصلنا عن انتهاء فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، وهو ما يعني ان اختمام الفرصه بات واجبا على عشاق القراءه والثقافه.